السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم يا الشعب الوطني، السلام عليكم الأمن الوطني الشعبي. نخليكم تشوفوا هذا مقطع تاع لا فيديو ونولي لكم هكذا. السياسيين في تيزي وزو قررت انها تقاطع الجلسه اللي كان من المفترض انها يتم محاكمه الشباب اللي وقفوهم لافي تاع لي زيليكسيون ولو جور تاع 1 نوفمبر. تفضل استاذ. اذا السلام عليكم. بعد الخروقات التي وقعت الاسبوع الماضي اثناء جلسه المثل الفوري، اين قامت رئيسه الجلسه بايداع بعض المتهمين دون حتى ان تطلع على الملف. نحن هيئه دفاع عن معتقلي الراي ومعتقلي الحراك، بعد التشاور فيما بيننا اتخذنا قرار بالاجماع يتمثل في مقاطعه جلسه المحاكمه، لاننا راينا بانها محاكمات صوريه، وحضور هيئه الدفاع من عدمه لن يغير في الامر شيئا. امام ذلك قمنا عند بدايه الجلسه بتبليغ رئيسه الجلسه بقرار المقاطعه، وفي نفس الوقت قمنا بقراءة البيان الذي قمنا بتحريره نحن هيئة الدفاع، والذي سوف أتلوه على مسامعكم حاليا. إذا بيان هيئة الدفاع عن معتقل الرأي: نحن هيئة دفاع معتقل الرأي المؤسسين في القضيتين رقم 1665 و2666 المؤجلة لجلسة 10 نوفمبر 2020، وأمام الخروقات والتجاوزات الإجرائية التي عاينها الدفاع أثناء جلسة المثول الفوري التي انعقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وبالأخص فيما يتعلق بالقرار المتخذ من طرف رئيسة الجلسة بإيداع 5 نشطاء رهن الحبس الاحتياطي دون الاطلاع على ملف القضيتين، وهذا حسب تصريحاتها في الجلسة والذي كان سبب في التأجيل. إن هيئة الدفاع تستنكر كل الممارسات التي تهدف إلى المساس والتضييق على الحريات التي يحميها القانون والمواثيق الدولية. إن الحبس الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي أصبح للأسف إجراء أصلياً خصوصا في قضايا الرأي. إن هيئة الدفاع تتبرأ وترفض كل تواطؤ في محاكمات صورية، لأن حضورها فيها يضفي المصداقية والشرعية على أحكام تصدر خارج إرادة السلطة المستقلة للقاضي. أمام هذا الوضع تعلن هيئة الدفاع مقاطعة جلسة قسم الجنح الحالي لمحكمة تيزي وزو الفاصلة في قضايا الحراك، تيزي وزو يوم 10 نوفمبر 2020، هيئة الدفاع عن معتقل الرأي. والسلام عليكم. أستاذ، كتفصيل إضافي فقط، بعد مقاطعتكم للجلسة لابد وأن القاضي الجلسة واش خذ إجراءات تكمل المحاكمة ولا واش صرا من بعد؟ قاضي الجلسة كمل المحاكمة ولا واش صرا؟ عليه القوانين طلب من المتهمين وسألهم إن كانوا يتمسكوا بحقهم في الدفاع أو تأجيل القضية لتأسيس محامين آخرين. المتهمين كلهم وبإجماع قرروا بمواصلة المحاكمة، وتمت المحاكمة. التماسات النيابة كانت 5 سنوات حبس لكل واحد، والقضية موضوعة في المداولة الأسبوع القادم. C'est une décision qui a tardé à venir parce qu'une qui est à l'instar de beaucoup de confrères du collectif, ça fait très longtemps qu'on a proposé l'option d'aller vers un boycott muqata'a, parce que c'est un moyen de contestation et c'est un moyen de rejeter la mascarade de l'Edaron. C'est pas possible qu'on vienne plaider, qu'on vienne évoquer des violations de procédures qui sont balayées d'un revers de la main
pour entendre des réquisitoires, Amine Bossagui. Alors Nini se cache derrière la présence extraordinaire de vingtaine, trentaine d'avocats, en plaide jusqu'à 1h, 2h du matin, pour avoir ensuite des procès comme ça, pour avoir des violations comme ça. Nini, je refuse que mon nom soit porté dans un jugement où toute la procédure a été violée. C'est des dossiers qui n'ont même pas été ordonnés par le procureur. Où les choux que tu as les manières bien les fait taqiq. C'est des dossiers où c'est directement, c'est la police qui a le procureur qui a le habs. Mais c'est une justice expéditive et l'avocat, quand il assiste à ce genre de procès, à ce genre de procédure, il la cautionne. Nous rend complices. Nous sommes un élément, une pierre angulaire dans un état de droit et dans une justice indépendante. Et on ne peut pas faire partie d'un scénario qui est préparé ailleurs pour se jouer dans une salle d'audience. On les a avertis, parce qu'il s'agit de droits de citoyens, de droits de militants. On les a avertis dans la maison d'arrêt. Qu'on allait boycotter. Ils étaient contents. Ils ont salué notre décision. Et ils sont venus aujourd'hui. Elle a voulu les utiliser contre nous en leur disant est-ce que je reporte des routes différentes ou la et ils ont tout assumé. بعد ما شفتوا هاد لي دو فيديو هاد لي 3 فيديو هادو ما لي زافوكات عادوك 13 لي العداله حكمت عليهم 5 سنين حبس وهي قبل ما تحكم عليهم هادو ما داروا الخطه اللي داروها مع طابون ها اللي كان في الحبس وقالوا له دير روحك زعما طحت ومرات وزعما عنده ما فيسي عنده افيسي داروها مع تانيك هادوك المتهمين قالوا فوالا كي تجوا حين يجوكم قولوا لهم باللي ما تبدلوناش خلونا هاد المفيد يما لا عندكم نتوما يا لي زافوكا يا اخي يا المحاميين هادو ما داروا والو هادو ما كما حنا نقولوا ليبرتي ديكسبريسيون هادي هي ليبرتي ديكسبريسيون يا اخي هادي هي كما حنا نقولوا حريه التعبير هكذا هو حريه التعبير بصح هادي ماشي حريه التعبير هادي هادي هي حريه لا ديستركسيون كما حنا نقولوا تكسير تكسير تكسر تكسر هذه هي حرية التعبير عندكم نتوما في تيزي وزو في بلاد قبائل يا اخي هذه هي حرية التعبير يا لي زافوكا ها راكم تلعبوا مش بالبغاشي ها هذه هي حرية التعبير شكون القانون القانون تعلوني تعلوني لو دوا دو لوم وتمنع في لي مانيفيستاسيون في الحيرة كما حنا نقولوا في تجمع ولا المانيفستاسيون تقول لك الفو با توشي لو بيان دو ليتا لو بيان دو بوبل يا اخي ما لازمش توشيو املاك الدوله واملاك الشعب ما لازمش لي توشي املاك الدوله ويتوشي املاك الشعب يتعاقب نتوما على بالكم بها يا المحاميين وزاتو كورون وزاتو كورون يا لي زافوكا وسافي كو سا اون بوني تو سو كي توش او بيان دو ليتا او بيان دو بوبل لا لا نتوما درتوهم هادو ما طريق هكذا باش نحوز رماطي دوك نولي ليكم يا اخي نخليكم دوك تشوفوا لا فيديو لا ميور فيديو يا شعب خليكم تشوفوا لا ميور Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller jusqu'à porter atteinte à la dignité de la personne. Dignité de la personne qui est protégée par l'article 16 du Code. Donc la Cour de cassation nous dit bien que même si on
la liberté d'expression peut permettre de porter atteinte à la vie privée ou à l'image d'une personne, il ne faut pas aller jusqu'au stade ultime de l'atteinte à la dignité. Alors c'est quoi exactement l'atteinte à la dignité ? Il n'y a pas vraiment de définition, mais globalement, la Cour de cassation retient les termes de recherche du sensationnel, l'indécence de la photo choque. En fait, quand vraiment vous sentez que la photo ne cherche pas vraiment simplement à informer, mais plus à attirer finalement le lecteur, c'est une photo racoleuse, alors là, il y aura plutôt atteinte à la dignité qui fera donc limite à la liberté d'expression. Donc il y a les avocats. يا لي زافوكا المحامين هدايا واش داروا هادوما هل طار من عندكم نورمال نورمال وسمعتوها واش كانت تهضر هادي تاع تاع القانون قانون يونيفرسال قانون كاع هل طار هذا واش داروا تانيك ماشي جنحة هادي نورمال موعوبة عليها 10 سنين ماشي قال توشاو حرمة انسان توشاو حرمة رئيس رئيس دولة متعرفين به مستعرفين به كاع الأجناس العالم باسم مستعرفين باللي تبون عبد المجيد رئيس دولة الجزائر هل ترى هذا واش داروا اسكو نورمال هل ترى هاد ما لا ما يتعاقبوش عليها هادي ما يتعاقبوش عليها نو ليبرتي ديكسبريسيون ها هادي ثاني ليبرتي ديكسبريسيون دوك نشوفوها دوك نزيدو نشوفو واحد اخر كبير كاع لا فيديو تاع الكبير كاع هذا وين كملنا المرافعات في طلب الافراج تاع رشيد مكاز امام غرفه الاتهام بمجلس قضاء العاصمه طبعا بينا باللي رشيد نكاز منذ 5 أبريل 2020 وهو في حبس تعسفي الشيء اللي طلبناه من غرفة الاتهام هو الالتزام فقط بالطبق القانون لأنه تجديد الحبس الاحتياطي تاعو تم خارج وبعد فوات الأجل القانونية المحددة في قانون الإجراءات غرفة الاتهام راح تصدر قرارها في نهاية اليوم يعني اليوم إن شاء الله نتمنى أنها تطبق القانون وبذلك إن شاء الله رشيد نكاز راح يكون حر ابتداء من اليوم شكرا جزيلا استاذ يحيى شريف الحمد لله نقولوا ربي يشافيك ان شاء الله سمعنا بلي راك مريض ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله وشرفنا اليوم حضورك حتى وانا كل قلت جوج كلمات مع فرنسيه فرنسيه قضيه انك الكاس رشيد اللي روفيت دو اسبي ان اسبي بوليتيك سي لونسيان ريجيم كي لا اريتي et qui la met en prison, injustement d'ailleurs. L'ancien régime lui-même contestait le régime de Bouteflika en demandant l'application de l'article 102. Nekel Rachid n'est qu'un animateur. Il a animé dans un esprit de bon citoyen qui n'a pas perdu sa qualité de patriote, même s'il est résident en France. Et il a tenu toutes ses déclarations. Il revient à sauver le peuple et le pays sur l'application de l'article 6 et 7 sur la souveraineté populaire et sauver les richesses de l'Algérie. C'est ainsi qu'il a dénoncé la corruption qui lui a valu des poursuites en France en dénonçant l'affaire de... Les dinosaures algériens, Sillal, Urbain, tous qui sont en prison. C'est grâce à toutes ces déclarations de Sillal que la loi oblige tout citoyen qui connaît une infraction de la dénoncer et tout corps constitué de dénoncer une infraction. L'article 32 du Code de procédure pénale. Donc, au point de vue fond, M. Nekaz Rachid n'a rien fait de mal, il a exercé son droit. D'héritage de Moudjahid. Son père, ses arrière-grands-parents sont des Moudjahidines. Donc, et c'est lui, il a été élevé en France. En France, pays de la liberté, pays des droits de l'homme, où il a appris tout ça. Il a appris tout ça et il s'est réveillé en France pour réveiller des consciences en France sur la base de la déclaration unique de 1789 sur le droit à la résistance. Aujourd'hui, 11 septembre, un jour commémoratif où les Algériens ont contribué à libérer la France durant la guerre mondiale,
au tombeau de, plutôt à l'Arc de Triomphe, soldats inconnus. Aujourd'hui, c'est la date de l'armistice, c'est l'occasion de, rappeler le sacrifice des Algériens aussi en France. Donc, M. Nkaiser Rachid, il bénéficie de la double culture du droit des Moudjahidines et de la déclaration aussi du général de Gaulle, un résistant français, à Londres, qui a demandé de libérer la France. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزف اللون خاوتنا، للأسف على بكم باللي قلنا لكم باللي راشين نكاز بقوة القانون راهو حر، واني داكور بقوة القانون انا حر، ولكن راكو على بالكم البلاد الله غالب. سي مالور، سي تري مالورو. شوف صاري، رفضوا طالب إفراج راشين نكاز، والله ما لاباني واش حد يخافي. دوك انا مع لي زافوكا يزيدو يفهمو كوما في الفيسبوك. السيد راشد نكاز راه معنا قصيدتي بن محمد. السلام عليكم. اليوم غرفة الاتهام اصدرت قرار برفض طلب الافراج. احنا النيابة العامة يعني قدمت الالتماسات تاعها اللي قدمتهم مكتوبة، لم تقدم اي اساس. قالت لك باللي رفض الطلب بناء على اساس وقائع خطيرة. احنا نقولوا أن الحبس التعسفي ولا الحبس الإنسان يحبس بطريقة مخالفة لإجراءات لقانون الإجراءات الجزائية هو جريمة. حنا رغم عن ذلك أنه السيد راشد نكاز من داخل سجن القليعة احتراما على أساس باللي يقول لي أنه المشكل تاع الجزائر يبقى داخل الجزائر، مشاكلنا داخلية تبقى داخلية، أنا ما نطرحش المشكل تاعي خارج الجزائر. رغم عن ذلك يقول لي حتى كي نقول له انه وفقا لاجراءات الجزائيه انت مسجون بطريقه تعسفيه، انت محبوس تعسفيا وفقا لقانون الاجراءات الجزائيه، وفقا لنص الماده 128 من قانون الاجراءات الجزائيه. هو يقول لي ما تقوليش اني مسجون تعسفيا، ويقول لي ونقول له سيفرج عنك بقوه القانون، يقول لي ما تقولش بقوه القانون، لانه دائما دائما يصدر افكار على اساس احترام مؤسسات الدوله. لكن اليوم غرفه الاتهام تصدر قرار اللي هو رفض طلب الافراج عن المعتقل السياسي راشد نكاز. احنا الشيء اللي نقولوه الامور ماهيش تبشر بخير. احنا رغم عن ذلك نشوفوا اجراءات وفقا للقانون. احنا عمرنا لا كنا خارج القانون، لانه دائما كما يسقسي يقول لي انا عمري ما درت حتى شيء حتى باش نكون انا مسجون. الشعب الجزائري في النظر الشعب الجزائري انا حر، انا بريء. لكن رغم اسمح لي نقاطعك بارك الله فيك استاذ. دوك حاليا استاذ على بالكم باللي المناضلين تاع راشد نكاز، وحنا ما اسمحوا لي ما عرفت كيفاش نهضر، ولكن دوك اسكو تبقى هكذا العقليه يعني انتم اسمح لي استاذ عبد القادر شعرة اسمحوا لي باكا دوك اسكو تبقى هكذا يا ما نقدوش نهضروا، ما تبقاو توجور باحترام، اسكو ما ديروش اجراءات اخرى، اسكو تبقاو ما على باليش انايا ما نبقاوش دوكا في معنويات استاذ اسمح لي كيما لك يعيشك استاذ، دوك ما نبقاوش معنويات مرتفعه صحه جيده، دوك واش راح ديروا لنا باش يخرج راشد؟ بما انكم راكو عارفين العداله نفسها راهي عارفه، العداله نفسها راهي عارفه باللي راشد نكاز راهو حر، راهو حر بقوه القانون، لان هنالك خروقات قانونيه لاي انسان راه في السجن يخرج. دوك انتم كمحاميين واش راح ديروا باش يخرج راشد نكاز؟ احنا ما اولا انا اي اجراء ولا اي اجراء او تصرف كما قلت لك اي اجراء قانوني نتاخذوه دائما بالرجوع للمعني بالامر. المعني بالامر هو احنا نوضحوا له كيفاش الاجراءات القانونيه، وهو يقول لنا شنو الاجراء اللي ديروا وش الاجراء اللي لازم ما ديروش. احنا الشيء اللي نقولوا لانه راشد نكاز ما قبلش الافراج على اساس هنالك ضمانات، لانه كي تكون ضمانات يمدها المتهم، لانه احنا راشد نكاز لو انك تتابعوا بجرائم تابعوا باتهامات تكون تاع العقوبه تاع الاعدام يكون في الميريكان يجي للجزائر. الناس تعرف هذا الشيء، تعرف بلي راشد انسان شجاع ويتحمل جميع. استاذ عبد القادر اسمح لي نعاود نقاطعك بالعسل. الكل يعلم على انه راشد نكاز شجاع وراجل وما يهربش وما يخافش ويقابل بوجهه وما وسمع لا بالموت لا بالعفس الى كل اخره. احنا انا سامعين راك سقسيتك الان وجاوبتني قلت لي على انه
راح يكون الراي للسيد رشيد نكاس. ولكن حاليا يا استاذ عبد القادر الشعراء باش تلحق الرساله على انه المناضلين والمتعاطفين مع السيد رشيد نكاس يجب انك تخبروه تقولوا له باللي الجزائر والشعب راهو محتاجك. صافي دير ماشي لازم تبقى ديما على انك الدولة الجزائرية ونحترم المؤسسة الدولة الجزائرية، إلا كاين إجراءات أخرى سي عبد القادر الشعراء من فضلكم يجب تطبيقها في أمر الواقع. احنا كهيئة للدفاع احنا كاين إجراءات في حالة ما يكون إنسان مسجون تعسفيا كاين إجراءات. احنا هذو الإجراءات ما نقدروش نفصح بها لأنه حتى نشاور المعني بالأمر، المعني بالأمر يقول لك هاشهم الإجراءات اللي لازم نديرهم نديرهم بدون أي إشكال. لكن احنا نقولوا إلى رانا نصبوا الى تطبيق دولة القانون. دولة القانون يعني الخضوع الجميع للقانون. ما كاش هاد دولة اشخاص، ما كاش نظام التعليمات، ما كاش يعني انه التعليم اسمى من الدستور، اسمى من كل شيء. احنا لازم انه النظام الجزائري يفهم باللي هو ماهوش كيان الدولة. كاين فرق بين الدولة اللي هي ككيان معنوي مستقل والنظام السياسي اللي عبارة يتكون من نظام ومعارضة. إذا ما كانش قانون اللي يحمي حقوق الجميع ويكون ضمانة لحقوق الجميع، هنا ما نسقبوش وما نتطوروش وما نتقدموش، نبقاو احنا. شكرا استاذ بارك الله فيك. استاذ خليفة فرنسا زدت فيها، تربيت فيها، قريت معاهم، وهما ما يبغوش خير البلاد وشوفوني مليح يا عينيا. وعلى بالك خاف، ما نخاف لا من الحرف لا من الموت. على بالكم باللي حلال بل اي جزائري يقبض الكلاش ويقتلكم. ونعودها لكم راني في الدوار تاعي. بالحق اي جزائريه واي جزائري يقبض لكم الكلاش ويقتلكم واحد بالواحد. ابقوا ديمقراطيين وابقوا حضاريين. فريمون يعطيهم الصحه. سيت اون لوسون دو ديموكراسي كو نو دون هونغ كونغ. هذا مكان اي سي بور سا بغيت نوري لكم واش كاين هنايا في هونغ كونغ. لا فاني نتوما تدرسوا 9 شهور ما درنا فيها والو. شوفوا لي زام، شوفوا هلا البريكا يديروا بريكا وبعد يحبسوا الطريق بهم هكاك لا بوليس ما تفوتش. شوفوا لي زام ولا لا. هلا سلميه سلميه مصلحه استراتيجيه تاع الحرب. هادو ما خافوش، هادو ما يخافوش من الديكتاتورية. سلمية 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 ما يخافو لا من الديكتاتورية لا من لاكريموجين لا من الشرطة لا من العسكر والو. يخافو من ربي سبحانه برك. هذا وما يغنوش هنايا، ما يقول لك 1 2 3 فيفا لالجيري ما والو. يقول لك ندافع على الحرية. ما نغنيش هنايا، مانيش في الصطاد. حرب سلمي، حرب سلمي. الله يبارك. سي انكرويابل لا ديسيبلين لورغانيزاسيون لورغانيزاسيون دان موفمون دو كونتيستاسيون انتيليجون استراتيجيك سيفيليزي سون دو كومبا بور ديفوندر لي ليبرتي بوبليك. كيل لوسون. شوفوا لا استراتيجي اللي مديرينها. شوفوا ما شاء الله. شوفوا لا استراتيجي لا بوليس اريف. Regardez-moi ça. Dites les gens, بها تفكروا بها تبدلوا استراتيجية تاعكم فين. سمح لي فاني ندرسوا بها تبدلوا استراتيجية إن شاء الله. باه الشعب الجزائري في العالم كوبلي. الشكر. حنا رغم عن ذلك أنه السيد راشد نكاس من داخل سجن القليعة احتراما على أساس باللي يقول لي أنه المشكل تاع الجزائري يبقى داخل الجزائر. مشاكلنا داخلية تبقى داخلية. انا ما نطرحش المشكل تاعي خارج الجزائر. رغم عن ذلك يقول لي حتى كي نقولوا انه وفقا لاجراءات الجزائريه انت مسجون بطريقه تعسفيه، انت محبوس تعسفيا وفقا لقانون الاجراء الجزائريه وفقا لنص الماده 128 من قانون الاجراء الجزائريه. هو يقول لي ما تقوليش اني مسجون تعسفيا، ويقول لي ونقول سيفرج عنك بقوه القانون. يقول لي ما تقولش بقوه القانون لانه دائما يصدر افكار على اساس احترام مؤسسات الدوله. شو هذا البيزاج؟ بيخوفوا فيا؟ بيخوفوا في دكاز رشيد؟ بيحبس
يهضر هذو الربعين سراق ما يحبس يشكي بهم في الخارج في الباريكان، راكم تشوفوا العلام بالباريكان يعلى، هذه في نيويورك، في فرنسا، في سويسرا، في اسبانيا، شوفوا ما تفهموا مليح سواسوا انا والدي ماتوا ربي يرحمهم، رباوني قراوني قالوا لي يا وليدي ديما اقعد نفتعك توجو عند فيختي والله ما ليطال لكم، راكم تسمعوا ولا لا؟ عامين 5 سنين 10 15 سنة 20 نزيد لكم 20 اخرى 40 سنة ان شاء الله بربي ان شاء الله يكون عندي 85 سنة والله ما ليطال لكم. نكال رشيد نكال انيماتور إلى أن ينير دون زان اسبري دون بون سيتويان كي نا با بيردو سا كاليتي دو باتريوت ميم سي لي ريزيدون ان فرانس. Et c'est lui, il a été élevé en France. En France, pays de la liberté, pays des droits de l'homme, où il a appris tout ça. Il a appris tout ça et il s'est réveillé en France pour réveiller des consciences en France sur la base de la déclaration de 1789 sur le droit à la résistance. Aujourd'hui, 11 septembre, un jour commémoratif où les Algériens ont contribué à libérer la France, durant la guerre mondiale, au tombeau plutôt à l'Arc de Triomphe, soldat inconnu. Aujourd'hui, c'est la date de l'armistice, c'est l'occasion de rappeler le sacrifice des Algériens aussi en France. Donc, M. Nikaz Rachid, il bénéficie de la double culture du droit des Moudjahidines et de la déclaration aussi du général de Gaulle, un résistant français, à Londres qui a demandé de libérer la France et Necker n'a rien demandé de plus. En 2007, tu étais en France, tu disais mon pays, la France. Sah ou la magie, sah? Non, j'ai pas dit ça. Donne-moi le téléphone. J'ai dit. Dalil. Écoute bien. Tu veux Dalil? Bien. Là, la magie de Dalil. Lorsque j'ai vu mon pays qui s'appelle la France. Bon, je souhaite simplement que mon pays, avec le gouvernement actuel de M. Hérault, ça c'est très important parce que, vous savez, je suis français. J'espère que sous l'ère de M. Hérault et de M. Hollande, l'esprit des libertés qui a toujours animé notre pays depuis 2 siècles... Ça c'est très important parce que, vous savez, je suis français. J'espère être à l'image des 3 premiers présidents de la République de la 5e République, c'est-à-dire De Gaulle, Pompidou et Giscard. C'est pourquoi je considère que cette élection présidentielle va, j'aimerais dire, mettre la lumière sur la réalité de notre pays. De pouvoir changer les choses, le quotidien, à la fois des élus et des citoyens français. Le concret du quotidien des Français. D'abord, le concret, c'est un gouvernement d'union nationale qui reprend la philosophie de ma campagne, c'est-à-dire mettre un gouvernement où il y aura des femmes et des hommes de gauche et des droites qui seront compétents et qui aimeront la France. Ça, c'est très important. De M. Hérault, moi, j'aurais souhaité que mon pays, la France, fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak. C'est mon pays, la France, mon pays, la France, mon pays, la France. Ce n'est pas être président qui compte, c'est être au service des Français. Donc, je te couche, voilà quoi a fait coucher. دوكا تيك حان الوقت يا شعب الجزائري باش تفطنوا. هادي لعبه، هادي كلش ماشي لعبه، هادي سي اون تاكتيك، كيفاش يقولوا تاكتيك، هادي كيفاش يقولوا تاكتيك بالعربيه، هادي خطه، هادي خطه راهم يديروها هادو مالي زافوكا باش يخرجوا الشباب، باش يخرجوا الشعب للشارع. بصح هما ما يخرجوش مع الشارع، هما يخرجوا الشعب للشارع باش يدير الفوضى على الناس، باش ماشي باش ينحو تبون، باش ينحو زرماطي. هادو ما كاع على جال زرماطي، باسكو زرماطي راهو يكافح في الفساد. زرماطي نحى القضاة اللي كانوا يديروا الرشوة معاهم، اللي كانوا يتروشوا معاهم، كانوا يديروا الرشوة مع القضاة اللي نحاهم زرماطي، راهم يحبوا ينحيوهم، حبوا ينحيوه، فهمتوا كلش؟ ها مليك، وباش يقولك يا شعب الجزائري هادوما ما يوقفوش معاكم في الحيرات، هادوما لا كنتو فيهم عندهم عزة النفس، هادوما يديروا انتوما يا كنتو تروحوا لي زافوكا هادوما، لم يديروا لكم دراهمكم، يا أخي يديروا لكم دراهمكم.
هادو ما ميديروا بكم الباز على بالهم كاع بالقانون، على بالهم كاع بلي واش درتو يا شعب، واش درت يا لي سجن كاع ما كانش حق عليك ديرها تتعاقب عليها. واش كانوا تديروا واش راكو ديروا كاع تعاقبوا عليها في القانون، هما على بالهم بصح يرموكم على راسكم وياكلوا لكم دراهمكم ويديروا الاسم بيكم. فهمتوا دوكاتك؟ هاي ليك الحكايه وين راهي، ما تزيدوش تمنوا هاد لي زافوكا. فهمتوا؟ اللي قادر يدافع على نفسه يدافع على نفسه، اللي يشوف افوكا لازم حتىك يقرا. ادخلوا الانترنت يا شعب الجزائري، ادخل الانترنت وشوف واش فيه القانون، اللي دار هاد الغلطه واش العقوبه تاعو، اللي دار هاد كسر هاد الحاجه واش ليها العقوبه تاعو. ادخلوا تفسروا، ادخلوا في القانون في الانترنت، ادخلوا جوجل وديروا قانون جزئيات، قانون جزئيات وتشوفوا كل شيء. ما تزيدوش تمنوا ما دوما، وكاين ربي من الفوق واللي ظلموا ربي راهو فوق، ربي يسطروا ربي وهنا ما تقلقوش، راح ربي حامي عليكم. ما تمنوهمش هادوما، هادوما ما يديروا اسم بيكم، هادوما يوصلوا الباز بيكم. وحافظوا على روحكم، ما يرموكمش على راسكم هاد الخباثه، ما يرموكمش على راسكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية رئيسنا تكون حفظه الله ورعاه، تحياتي وتقديري واحتراماتي للجيش الشعب الوطني والأمن الوطني.